على الرغم من أن الإمساك شائع جداً، فإن بعض الأشخاص يصابون بالإمساك المزمن الذي يمكن أن يتعارض مع قدرتهم على القيام بمهامهم اليومية، ويعتبر بذل الجهد عند التبرز وصعوبة الإخراج الشكوى الأكثر إزعاجاً عند المرضى الذين يعانون من الإمساك المزمن. علاج الإمساك المزمن ليس من الأمور الصعبة أو العلاجات الوهمية كما يعتقد البعض. الواقع أثبت فاعلية العلاجات المنزلية التي كان يستخدمها أجدادنا قديماً، خاصة أن أهم أسباب الإصابة به الأطعمة التي نتناولها. أولاً، شرب كميات كافية من الماء. شرب ما يقرب من لتر ونصف إلى لترين من الماء يومياً هو أمر ضروري لتجنب الإمساك وعلاجه. كما أن الماء له فوائد أخرى لا حصر لها، منها أنه ينقي الجسم من الفضلات والسموم. ثانياً، ثمار الخوخ أو عصير الخوخ. إن الخوخ خاصة يحتوي على نسبة عالية من الألياف، بالإضافة للسوربيتول وهو سكر يساعد على تخفيف الإمساك بشكل طبيعي. السوربيتول هو منشط القولون، حيث يساعد في تقليل وقت عبور البراز، وبالتالي يقلل من خطر حدوث الإمساك. ثالثاً، قم بإضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى حميتك من أجل علاج الإمساك، مثل الخضروات والفواكه والخبز الأسمر، لأن وجود هذه الألياف يساعد على حجز الماء في القولون، بالإضافة إلى إفرازه لبعض المواد المنشطة لحركات الأمعاء الغليظة، مما يؤدي إلى دفع البراز للأمام. رابعاً، مكملات البروبيوتيك. البروبيوتيك قد يساعد في علاج الإمساك المزمن، ويمكنك محاولة تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك أو تناول المكملات. ويجب أن تأخذ المكملات الغذائية يومياً لمدة 4 أسابيع على الأقل لمعرفة ما إذا كانت تعمل. خامساً، عشبة سينا. عشبة سينا علاج فعال للإمساك وتقليل الأعراض المصاحبة لها، وهي متوفرة بدون وصفة طبية، ويمكن أن تأخذ عن طريق الفم بسهولة، حيث تحفز الأعصاب داخل المعدة وتجعل حركتها أسرع. يجب عدم الإكثار من عشبة سينا أو استخدامها لفترات طويلة إلا بعد استشارة الطبيب. وإذا ظهرت عليك أي أعراض عقب تناولها، استشر الطبيب فوراً، خاصة أن هناك بعض الفئات التي عليها الابتعاد عنها، مثل الحوامل والمرضعات ومرضى التهاب الأمعاء. خامساً، الموز لأصحاب الإمساك الخفيف. علاج الإمساك هذا يتطلب تناول الموز مع كوب من الحليب الدافئ. عليك بمضغ الموز بعناية، تأكد من أن الموز ناضج جيداً وليس غير ناضج، وإلا قد يكون له تأثير عكسي. سادساً، التمرينات الرياضية. إن قيام الشخص بتمرينات رياضية مناسبة أو المشي يساعد على تنشيط حركات الأمعاء والتقليل من الإمساك. جدير بالذكر أن علاج الإمساك المزمن والبسيط أو المتوسط الحدة بتناول الطعام الغني بالألياف والإكثار من تناول السوائل والماء يحتاج إلى 5 أسابيع تقريباً لظهور نتيجة جيدة. لهذا ينصح بالاستمرار في هذه الطريقة لمدة شهر أو شهرين قبل اعتبارها طريقة غير فعالة.